مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيوا على مقابلة الجولة الأخيرة من مجموعة رابطة الأبطال الأوروبية، لكن قبل البداية مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريلي، أعلن في تدوين على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه كلف مكتب محاماة برفع قضايا ضد كل مناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة شكري حمدة، ضد كل ما سماه الجريلي دعاءات واتهامات باطلة وتشويه قام به على امتداد السنة الأخيرة. قضية أخرى ضد المحامية وفال شادلي اللي قالت انه الجري محل برقية تفتيش في ملف يتعلق بالاستيلاء على 4 مليارات من حسابات الجامعة، بالإضافة القضية ضد جريدة السفير اللي نشرت نص فيه نفس ما نشرته المحامية وفاء الشادلي. في نفس التدوينة وديع الجري قال انه توصل بتسجيل المكالمة هاتفية بين شخص قريب من قطاع الاعلام وشخص اخر ادعاها لتشويه وديع الجري عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمقابل مادي. الجري قال انه الشخص اللي تم الاتصال به مستعد للشهادة، وقال انه قام تقديم التسجيل للجهات الرسمية ومعه مختلف ارقام الهواتف والاسماء المعنية بالمكالمة هذه. وديع الجري قال انه باش يتابع الموضوع بعد عودته لتونس بعد انهاء التزاماته مع الهيكل الدولية ومع المنتخب في كأس العالم. أعلن نادي أتروميتوس اليوناني اليوم تلقي مدافع وجدي كشريدة دعوة أولية لتعزيز صفوف المنتخب في التربص الأخير قبل المونديال. الدعوة هذه تبقى أولية ويتم توجيهها لجميع اللاعبين في القائمة الموسعة، وتأكيدها يكون بتواجد اللاعب في التربص اللي بيش ينطلق في اللي يعملوا المنتخب في السعودية وينطلق نهار 6 نوفمبر. في كأس الكاف غدوة ثلاثة فرق تونسية تلعب مقابلة ذهاب الدورة التمهيدي الثاني مكرر في تنزانيا. النادي الإفريقي يلعب مع ماضي ساعتين ضد يانج أفريكانز. حصة التمارين الأخيرة اليوم شهدت التحاق حمدي العبيدي ويوسف أسنانة، في المقابل أبرز الغيابات آدم قرب وشهاب العبيدي بسبب الإصابة. النادي الصفاقسي كمل زاد تحضيراته في توغو لمواجهة أسكو دوكارا غدوة مع الأربعة متاع العشية، الملاعبية الكل على ذمة الإطار الفني للسياسس. ديما مع كاس الكاف ومع ستة متاع العشية في استاد مصطفى بن جنات في المناسير، الاتحاد المناسيري يواجه ناضت بركان المغربي. تمارين الاتحاد شهدت عودة لاعب المنتخب الأولمبي هشام بكار، بالإضافة لعودة المصابين اللي هما محمد الصغراوي وأنيس بن احترا. أشرف اليوم المدرب طارق الجري على أول حصة تمارين لي على رأس الأولمبي البيجي خلفا الحافظ الجيتوني. أعلن أولمبيك سيدي بوزيد اليوم على تعيين حسان الجيبسي مدرب جديد للفريق خلفا الوليد الشتاوي. في رابط الأبطال الأوروبية الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة لدور المجموعات فما مقابلات تلعبوا العشية وفاوف، وبقية المقابلات انطلقوا مع التسعة متاع الليل. مجموعة وحيدة فيها رهان هي المجموعة الرابعة، ونحكي على مباريات أولمبيك مارسي مع توتنهام، مقابلة مازال ما انطلقش شوطها الثاني والشوط الأولاني وفيها بتقدم مارسي واحد بليش بهدف شانسيل مبيمبا في دقيقة 45+2. النتيجة هذه في المقابل المباراة سبورتينغ وانترخت فرانكفورت، مقابلة فيها تقدم سبورتينغ واحد بليش وتلعب حاليا في دقيقة 50 بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه. هكا يكون سبورتينغ لشبونة في الصدارة بعشر نقاط، مارسي في المرتبة الثانية بتسع نقاط، هذوما زوز يترش، حتى توتنهام بثمانية نقاط في المركز الثالث، برسيد ثمانية نقاط يلعب لوروبا ليج، وانترخت فرانكفورت برسيد سبع نقاط ينسحب من المسابقة. هذا من نتائج الوقتية. أولمبيك مارسي ضد توتنهام مقابلة انطلق شوط ثاني، كما قلت التقدم المارسي واحد بلاش، وسبورتينغ ضد انترخت فرانكفورت التقدم كيف كيف واحد بلاش. نتائج ترشح سبورتينغ وأولمبيك مارسي للدور القادم، هذه نتائج المؤقتة. في بقية المقابلات النجم نقول شكلية نحكيو على المجموعة الثانية، في سي بورتور بحاتيتيكو مدريد 2-1، ليفركوزن تعادل 0-0 مع كلوب بروج، في سي بورتو يتعدى في الصدارة، كلوب بروج يتعدى في المركز الثاني، ليفركوزن باش يلعب لوروبا ليج، وأتلتيكو مدريد يغادر المسابقة، وبالتالي الأول مرة من 24 عام باش يكون فريق إسباني وحيد في ثمن نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. هوني نحكيه على ريال مدريد.
في المجموعة الأولى ليفربول نابولي مقابلة كبيرة حاليا 54 دقيقة في المقابلة وافتتاح نتيجة نابولي أوستيغاد في دقيقة 53 حاليا دقيقة 54 مقابلة دونك تقدم ليفربول خاسرة ضد نابولي 1-0 المقابلة الثانية رينجرز خاسر ضد أياكس أمستردام في 53 دقيقة لعب بنتيجة 2-0 الهدف قاعد حاليا فار إمكانية أنه يكون تسلل الهدف هذايا بالنتائج الحالية كما قلت التقدم النابولي ضد ليفربول في انتظار المصادقة على الهدف بما أنه فما فار ورانجرز خاسر ضد أياكس أمستردام بنتيجة 2-0 زوز مترشحين اللي هما بيانسور ليفربول ونابولي والصراع هوني على الصدارة متاع المجموعة. في المجموعة الثالثة البايرن لينتر 51 دقيقة لعبة تقدم للبايرن 1-0 فيكتوريا بيلزن خاسر ضد البارسا 3-1 الأمور محسومة في المجموعة هذه بما أنه البايرن مترشح الأولاني لينتر مترشح في المرتبة الثانية والبارسا باش تلعب الأوروبا ليج بما أنها تكمل المجموعة في المرتبة الثالثة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات نخليكم مع اسماعيل ودليفي بنت لافام.